بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الأيام المباركة، أيام أفراح أهل البيت، نرفع آيات المباركة والولاء والمبايعة والفداء لولي نعمتنا وإمام زماننا وصاحب الأمر والمخصوص بالذكر الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من أنصاره وعوانه. تقترن هذه الأيام بذكريات ومناسبات مختلفة، نخص منها بما يسمى بفرحة الزهراء. فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عنوان عام تنضوي تحته الكثير من المعاني، ولكني أحببت في هذا اليوم أن أذكر مقدمة فقط للاحتفال بفرحة الزهراء. فالفرحة والفرح مشاعر مقترنة بالقبول والرضا، والقبول والرضا مقترن بجزئين. الجزء الأول هو المعني وهي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والجزء الآخر وهو جزء مهم وهو المتلقي أو المستمع، ألا وهو المؤمنين، وإن شاء الله نكون وإياكم منهم. السؤال هو: هل فهمنا بالقدر الكافي؟ لا أقول بالمعنى المطلق، لأن الفهم بالمعنى المطلق غير ممكن لأمثالنا، ولكن هل فهمنا بالقدر الكافي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بعض من شخصيتها، بعض من ميزاتها مثلا، لكي نفهم ما معنى أن تفرح الزهراء؟ لأن الأمر متعلق بشخصية غير عادية، وهذه الشخصية تستوجب فيما تستوجبه الفهم، وإلا نكون نحن ونستجير بالله من أكون في هذا أو نكون في هذا الباب، أن نكون نحن من الظالمين للزهراء بعدم السعي في معرفتها. نعم، القصور وارد، ولكن التقصير غير مقبول. وهنا سأتكلم عن معنيين بسيطين ولكنها عميقة في وعصية على الفهم في بعض الحالات، فأرجو أن تعيروني انتباهكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المفهوم الأول مشتق من حديث مشهور نمر عليه جميعا، بل ليس نحن فقط، كل المسلمين بمختلف مشاربهم معتقداتهم، ألا وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فالمعنى الظاهر الأولي هو أن المخلوق يرضى لرضا الخالق، ولكن المعنى العميق في هذا الحديث هو أن الخالق يرضى لرضا المخلوق. لفهم هذا المعنى هنالك أكثر من
من طريقة للتعبير الأبسط هي أن يكون فعل المخلوق مطابق لما يريده الخالق، فبالتالي تتطابق الإرادتين مع اختلاف المنزلة، وبالتالي يكون رضا كل منهما منوط برضا الآخر. ولكن المفهوم الذي أحببت أن تتحدث عنه اليوم هو مفهوم الهداية الأمرية. ما هو هذا المفهوم؟ كيف يتعلق هذا المفهوم بفاطمة الزهراء؟ كيف يكون هو مصداق لتفسير الحديث كيف يرضى الله لرضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ بداية نقول الهداية الأمرية. الهداية مصطلح، والأمرية مصطلح آخر. الآن الهداية هي وظيفة الأنبياء والأئمة أو صياء الأنبياء، والنص القرآني واضح، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. طبعا التفسير الأقرب إلى هذا هو أنه أو الظاهر أنه أنت يا رسول الله أنت منذر ولكل الأقوام أنت هادي. هذا المفهوم وحده هو مفهوم عميق، معناها أنه رسالة الرسول صلى الله عليه هي رسالة للناس كافة، في نص آخر واضح أوضح من هذا. ولكن تفاسير أهل الشيعة تقول إنما أنت منذر لإبلاغ الرسالة، إيصال الرسالة من السماء، ولكن لكل قوم هنالك هادي، وهذا هو دور الأئمة بالاتصال، وكما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنما لن يفترقا، لن باللغة يسمى حرف تأبيد، يعني ما راح يصير شيء بعد خلص. فإذا لن ما قال لم يفترقا، لأن لم تنتهي عند القول، لن تبدأ من القول إلى الأبد إلى آخر الوقت، فإنما لن يفترقا حتى يردا علي الحق. طيب هذا مفهوم الهداية. الآن المفهوم الأهم هو الأمرية. ما المقصود بالأمرية؟ احنا نعرف أنه الله سبحانه وتعالى خلق عوالم، منها عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن النص واضح يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا الأمر هو عالم من العوالم اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا يرتبط بالمظاهر المادية. أبسط أو أوضح مثال على الأمر هو منه هو الروح. الروح الآن تتحرك بنطاق غير مرتبط بالأطر المادية. أنت ممكن أنه تحلق بخيالك إلى ما شاء الله. أنت ممكن أن تحلم وتتحرك روحك في الزمان أو في المكان، تشوف أنت ناس قبل، تشوف كذا، أو تشوف أماكن بعيدة. فهذا هو حركة غير مرتبطة بالأطر المادية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعدين شو يقول؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء هنا يبينون فرد نقطة تخفى على قسم من الناس. الظاهر اللي يفتهمه أنه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني الروح شغل الله ما عليكم بها، لا أحد يدور بهذا الباب. هي بالحقيقة لا، يعني هم يذكرون ذلك النقطة، يقولون هل أن الله سبحانه وتعالى من يسألونك عن الروح هل أجاب أم لم يجب، يعني خلاها مبهمة المسألة وخلاص ما عليكم أنتم مو شغلكم، الروح من أمر ربي مو يمكم. لو أجاب، الصحيح هو أنه أجاب، يقول أنه هذه الروح هي متعلقة بعالم الأمر، ولأنه أنتم ما عندكم معلومات عن هذا العالم، فبالتالي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجسد
المادي مرتبط بالعنصر المادي. الله سبحانه وتعالى من خلق الجسد، هذا الجسد مرتبط بالعنصر المادي، يعني مرتبط بهالذرات والمواد والى اخره، ومحدد بالمكان ومحدد بالزمان، يسمى بالتعبير بالزمكان. فهو مرتبط بالعناصر المادية، الروح ما مرتبطة. الآن كيف يمكن أن تكون هنالك هداية جسدية وهداية أمرية، أي مرتبطة بعالم الأمر؟ الجواب هو أنه عندما أتحدث الآن معكم، رغم وجود بعض التشويش، عندما نتحدث فهذا إحنا نتبادل الحواس، أتكلم بحاسة الكلام وأنتم تسمعوني بحاسة السمع، وهذا تبادل في الأطر المادية. إذا واحد الآن قاعد بعيد ما يسمعني، وإذا أنا أتكلم بطريقة غير مفهومة أو صوت واطي ما حد يسمعني. فهذا إذن تبادل مادي. لكن هل هنالك هداية روحية، هداية أمرية؟ نعم هنالك هداية أمرية. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، من عالم الأمر. وهذا يفسر الكثير من الظواهر أو الأحداث التاريخية أو إلى آخره كنا نمر بها. يعني الآن الكلام مو مدى نتكلم عن فرد شيء بعيد يعني ونظريات. حسان بن ثابت مثلا انطوه فلوس، قالوا له اهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يمر؟ مر الرسول حسان ما هجر، فقال له ليش ما هجيته وانت عندك فلوس وخسرتهن؟ قال لهم انتوا لو شفتوا اللي انا شفته كان هجي، كان ما كان عذرتوني. حس بالوجود الان هذا حسان بن ثابت. احنا اي واحد من عندنا الان، وان شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم زيارة أئمة اهل البيت، وخصوصا زيارة الامام الحسين، وخصوصا في الأربعين حيث ترتفع القيم الروحية، تشوفون أنه أنت من توصل يعني تعبان ماشي إلى آخره أو هذه، بس من توصل راح كل شيء. طبعا أنت اتصلت بفرد قوة، فرد شيء صار جسمك بيه فرد طاقة، نسيت هذا الموضوع كله، صرت بغير عالم. تدخل إلى أي إمام الآن أنت تشعر بالراحة. هذا شنو هذا؟ هذا مو ما العلاقة بالوجودات المادية. الآن من تقرأ القرآن مثلا تحس بقوة اللفظ، تحس بعمق المعنى، تحس بهن. هذين الأشياء مو مادية. أنا أذكر كمثال في هذا الباب، كان ويانا بالمسيرة الأربعين هذه السنة واحد من المؤمنين المستبصرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا نتكلم عن الاشياء الماديه، وهذه هم اكو اشياء غير ماديه تتاثر. احسنت. فكان انا واحد من المستبصرين وده يمشي، والولد تباوع مو بس يريد يمشي، هذا يريد يخدم الكل. جنودك ثقيله يشيلها عنك، هذه مثلا يشوف له واحد بالعربانه يدفع وياه، تحس بعده فرد شيء روحيه. فانا اقتربت من عنده سالته، قلت له انت يعني شنو اللي خلاك تستبصر؟ قال انا كنت على المذهب المالكي، و يعني سعيد في 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 اعتقادي وملتزم وإلى آخره، يعني مو إنسان يعني. قال بس أنا أخويا، أخوه الكبير، قال أخويا الكبير كان يدرس في فرنسا، بس يبدو أنه أخوه استبصر بتأثير من اتصاله بالمؤمنين هناك على كل. قال أخويا كان ذكي في نقطة، أنه ما أجا قال لنا أولا أنا استبصرت، ثانيا ما أجا قال لنا تعالوا استبصروا، بدأ يشرح لنا. بس كل اللي كان يسويه يجيب كم كتاب كم كراسي يخليهم بالمكتبة بالبيت وراهية، فيقول احنا يستغل انه يدفعنا الفضول انه نجي نقرأ هذه شنو. فيقول انا قرأت. شنو اللي قرأ؟
يقول قرأت دعاء كميل. يقول لما قرأت دعاء كميل حسيت أن أنا أكو واحد غير عادي دي يكلمني، أكو فرد نفس في هذا بين السطور هذه، فرد شيء غير طبيعي، أكو فرد شخصية دون المخلوق وفوق المخلوقين تتكلم هذا الكلام. يقول هذه وقفتني، هذا المعنى وقفني. يقول قلت أن لازم أشوف هذا اللي قال هذا الكلام منه. شاف أنه هو الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بس شاف علي بن أبي طالب مو اللي هو يعرفه، شاف علي بن أبي طالب من الوجه الآخر، من وجه البلاغة، من وجه عظمة الشخصية، من وجه قوة التعبير، من وجه إلى آخره، وهو دعاء كميل. وإحنا كنا نمر عليه في كثير من الحالات ما نفهم المعاني اللي بي على كله. ومضى حولته شعلته من هالصفحة خلته في هالصفحة. الله على محمد وعلى محمد. شو نسميها هذه؟ هل هو تأثير مادي هذا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا إذا أكمل لكم القصة الجزء الآخر بها هم حلو أيضا. يقول أنا استبصرت، بس الأعجب طريقة استبصار أخويا الأصغر من عندي. يقول هذا يوم 9/4/2003 استبصر، هو يذكر التاريخ. تذكرون أنت شنو هذا التاريخ؟ سقوط الطارئ. يقول أنا في هذا الموعد أخوه شاف بالطيف فرد شخص نوراني سيد زين، قال إجاني أنطاني كتاب، قال لي هذا كتابك. يقول أنا منات باوعت الكتاب اسمه مفاتيح الجنان، هذا أخوه يتكلم. ثاني يوم صارت أخبار سقوط الطاغية وإجا ذكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى. يقول هو ضاع بالأخبار باعتبار أنه هذا كذا سقط الطاغية اللي عدم هذا كذا العالم، ويطلعون صورة العالم، وإذا به الشخص هذا هو نفسه اللي إجا بليلة 9/4، قالوا هذا أنا شفته، هذا إجاني وانطاني الكتاب مع مفاتيح الجنان، أريد أشوف هذا منه الشخصية. وشاف الشخصية، والشخصية الآخر جرته إلى المذهب، والمذهب جر إلى الهداية، والهداية تستوجب الصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإذن حركة، أنا نرجع على موضوعنا، حركة للروح، حركة غير مرتبطة بالمادة، شيء أكو أشياء، أكو عالم آخر، أكو عالم آخر موجود الآن ونتحرك به إحنا في جزء من أرواحنا، هو العالم اللي بعدين إن شاء الله من ننتقل إلى العالم الآخر، إلى عالم البرزخ، راح يكون شكل آخر على كل. فإذا الأمر، خلينا نلخص الكلام حتى ما نطول عليكم، عالم الأمر عالم موجود يرتبط بقوة وطريقة حركته وطريقة التعامل معه تختلف تماما عن الطرق المادية. الآن ما هو علاقته بالزهراء؟ نرجع إلى المبدأ الأول، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، لأن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها القابلية على الحركة، على الهداية، على إيصال المعلومة بطريقة. الآن إحنا الآن إذا نقرأ خطبة الزهراء الفدكية، الآن نحس بالألم، الآن نحس بالمظلومية، نشعر كأنما فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اخترقت الزمن واخترقت المكان. في أي مكان، في أي زمان تسمع الخطبة تحس بهذه، وهذه هي حقيقة الهداية الأمرية التي تمتاز بها الزهراء بالإضافة إلى رسول الله والرسل والأئمة والأوصياء الآن، لكن هذه هي تجعل فاطمة الزهراء تنضم إلى قافلة الذين اصطفاهم الله واختارهم. ونحن نعرف بالقرآن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفائين، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وفاطمة الزهراء لذلك يرضى الله لرضاها لأنها ضمن هذا الخط وضمن هذا العالم. إذن هي مظهر لإرادة الله، مظهر لأمر الله، وإحنا نقرأها بالدعاء. إذا تقرؤون دعاء الندبة شو نقول للإمام الحجة اللي هو واحد من هذه، نقول له أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟
أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ فإذا هم أهل البيت من الأسباب المتصلة وهم مظاهر إرادة الله، وهم أيضا مثال نور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره وليس حقيقة نوره. فإذا هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني نشتق من كون فاطمة الزهراء حسب ما ورد بالروايات، وهذه الروايات بالمناسبة ليست فقط من أهل الشيعة ولكن من الآخرين أيضا، هي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشم في فاطمة رائحة الجنة. والحديث عن زوج الرسول عائشة أنه سألته من باب الفضول، من باب الغيرة، من باب ما أعرف إيش، أنه أنت ليش تكثر من تقبيل فاطمة؟ فقال أنا أشم فيها رائحة الجنة. القصة أنتم تعرفوها، لكن المفهوم الأوسع أنه كيف تكون فاطمة اللي هسه احنا حتى نرجع على المفهوم الأول، أنه فرحة الزهراء مرتبطة بشخصية الزهراء، وشخصية الزهراء قلنا العنصر الأول بها اللي تكلمنا عليه عناصر كثيرة، صفحات كثيرة، ولكن راح أخذ اثنين حتى ما يطيل الوقت. الصفحة الأولى قلنا أنه هي لها القابلية على الهداية الأمرية. الصفحة الثانية اللي أحب أن أتكلم عنها هي لها قابلية على إيجاد الحركة الجوهرية. بس يجي واحد يسألني شنو الحركة الجوهرية؟ العلماء يقولون هنالك حركتين. الحركة الأولى هي الحركة المكانية، والحركة الأخرى هي الحركة الجوهرية. الآن أي واحد من عندنا من يتحرك، يتحرك ضمن حدود المكان أو حتى ضمن حدود الزمان. ما المقصود بالحركة الجوهرية؟ الحركة الجوهرية حتى ما نطيل عليكم هي الحركة التي ترتبط أيضا بعناصر أو عوالم غير مكانية وغير زمانية. مثلا الآن إحنا نتكلم، الآن أنا جيت دخلت إلى آخره، دخلت الحسينية هنا بحركة مكانية، لكن الآن إحنا نتحدث، هذا حديثنا ليصل إلى أسماعكم يقبل أو لا يقبل على كل، كلها هي ردود أفعال. فهذه هي أنواع من التأثيرات، هذه التأثيرات تسمى بالحركة الجوهرية. مثال على الحركة الجوهرية آخر هو النطفة. الله سبحانه وتعالى أودع في هذه النطفة القابلية على الحركتين، الحركة المكانية والحركة الجوهرية. شي يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هسه هذه شنو؟ هذا خلق. ثم جعلناه في نطفة في قرار مكين، هذه حركة مكانية. ثم خلقنا النطفة علقة، هذه حركة تغييرية بالمظاهر المادية. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، هذه كلها عناصر مادية. ثم انتبهوا، ثم أنشأناه خلقا آخر. شو وقت خلقا آخر؟ من ارتبط من نزلت بالروح. ثم أنشأناه خلقا آخر من الله سبحانه وتعالى ذكر هارش قال فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن القابلية على الحركة الجوهرية، القابلية هذه قابلية غير اعتيادية، الله سبحانه وتعالى يودعها في عناصر معينة. فهذه العناصر من ضمنها مثل ما قلنا موضوع النطفة، من ضمنها موضوع الروح، من ضمنها موضوع الطهارة، طهارة الروح وطهارة المولد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول من وجد في قلبه برد حبنا أهل البيت فليحمد الله على بادئ النعم. قيل وما بادئ النعم؟ قيل طهارة المولد. فبالتالي طهارة المولد أيضا من العناصر اللي توجد الحركة الجوهرية. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أعطيت علم التأويل وعلم التنزيل، وعلم التأويل من العلوم المرتبطة بالحركة الجوهرية. فإذا فاطمة الزهراء كانت مصدر للعلوم وكانت مصدر للتأثير، ولا نستغرب. فالخضر وهو أن أقل درجة من نبي الله موسى، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا الدرس لأنه هذا العبد الصالح عنده من العلم ما
من علم الأمر ما علم به نبي الله موسى. هذه هي المفهومين اللي حبيب أن أتكلم عنها الليلة في مفهوم فهم فاطمة الزهراء، حتى نفهم أنه هذه المخلوقة، هذه الإنسانة عالية القدر. ولذلك من المظاهر اللي نتوقع أن تفرح فاطمة الزهراء بها في هذا الباب هي أنه ترى أن الأوان قد حان لمنفذ المشروع الإلهي، لأن يبدأ العد التنازلي كما يسمى، عندما توج الإمام صاحب العصر والزمان وهو ابن الزهراء، عندما توج بدأ العد التنازلي، إجا الموقف، صار الوقت، ابدوا حسبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى يأذن، وإن شاء الله يجعلنا وإياكم من اللي يحضرون الأوان، يحضرون الصيحة، يفهمون الصيحة. طبعا هنالك أكثر من صيحة من العلامات، لكن الصيحة كل الأئمة يؤكدون على أنه العلامات مؤكدة غير مؤكدة إلى آخره، قسم مرتبطة بأمر الله وفي البداء، ولكن الأمر الوحيد المتفق عليه هو الصيحة، صيحة جبرائيلية، والصيحة هي أول وحدة لأنه وراءها تكثر الصيحات. ونسأل الله جل وعلا قدرته أن يجعلنا من اللي يحضرون هذا الزمان ويوعون هذه. وأبرز مظاهر الاستعداد هي أن نكون دائما في بيعة للإمام صاحب العصر والزمان. فأحببت أن أقرأ، إذا تحبون تقرون كل واحد بينه وبين نفسه، في موضوع بيعة الإمام أكو فرد زيارة للإمام صاحب العصر والزمان بعد صلاة الفجر، موجودة في كتاب مفاتيح الجنان، بعد صلاة الفجر زيارة، إذا تشوفوها لو واحد يريد يندلها دعاء العهد يطلعها، هي الصفحة اللي قبله، فيقول بيها: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات، زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. هنا يبدي الكلام: اللهم أني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقبتي. طبعا هذه نعمة كبيرة ولذلك استوجب الشكر. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب العصر والزمان، واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.